من جانبها أكدت الأمانة العامة لمجلس النواب استكمال استعدادها التام لبدء دور الانعقاد الثالث وتوفير الدعم اللوجستي والتقني لعقد الجلسات العامة واجتماعات لجان المجلس النيابية والفعاليات البرلمانية المصاحبة بتقنية العمل عن بعد، وذلك تماشيا مع توصيات اللجنة التنسيقية لمكافحة فيروس كورونا. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة المستشار راشد محمد بنجمة الأمين العام لمجلس النواب. مساء الخير سعادة المستشار وأهلا بك معنا. حدثنا أكثر عن الخطوات التي اتخذتها الأمانة العامة لمجلس النواب لبدء دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس، خصوصا فيما يتعلق بالجانب التقني بما أن الجلسات ستعقد كما أعلنتم مسبقا عن بعد. شكرا جزيلا على الاستضافة أولا، وبداية أحب أرفع أسماء آيات التهاني والشكر والعرفان عند سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى على الدعم اللامحدود للسلطة التشريعية، وتفضله بافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس غدا الأحد بإذن الله تعالى. طبعا يأتي دور الانعقاد الثالث في ظل الظروف الاستثنائية المترتبة على جائحة كورونا، ولهذا السبب ضاعفنا في الأمانة العامة استعداداتنا خصوصا فيما يتعلق بالجانب التقني واللوجستي، وذلك لضمان استمرارية العمل النيابي مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أوصت بها اللجنة التنسيقية العليا للتصدي لهذه الجائحة. كما أن الأمانة العامة عملت على تطوير جميع الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في ذلك، تحديث الشبكة الإلكترونية وترقيتها لتجنب الانقطاعات أثناء البث، وكذلك استحداث آليات إلكترونية جديدة لإدارة الجلسات، إضافة إلى تطبيق جديد لعملية التصويت الإلكتروني. كما أود أن أشير في هذا الصدد إلى أن الأمانة العامة تعمل وفق خطة استراتيجية مدروسة تم وضعها منذ بداية الدور السابق في ظل سبيل التحول الرقمي والاستثمار الأمثل في تقنيات الذكاء الاصطناعي، امتثالا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظ الله ورعاه عندما ألقى خطابه السامي في دور الانعقاد وحثنا على هذا الموضوع، وأيضا توجيهات معالي السيدة فوزية بن عبد الله زينب اللي اتخذنا دائما على التحول الرقمي إن شاء الله في بداية هذا الدور. نعم سعادة المستشار، وماذا عن الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا؟ ما هي استعداداتكم في هذا الجانب؟ نأكد أننا نعمل وفق توصيات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر في التصدي لفيروس كورونا، ونحرص دائما في الأمانة العامة على تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية بصرامة، مثل مبدأ التباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر وارتداء الكمامات داخل أماكن العمل، وكإجراء إضافي أيضا أخضعنا جميع منتسبين الأمانة العامة لإجراء فحوصات مختبرية خاصة بفيروس كورونا، وأيضا أصحاب السعادة النواب تم إخضاعهم لهذا الإجراءات الفحوصات المختبرية، وأيضا أن جميع الاجتماعات راح تعقد عن بعد امتثالا للأوامر إلى أن تصدر أوامر أخرى إن شاء الله تزول هذه الجائحة إن شاء الله. سعادة المستشار راشد محمد بنجمة الأمين العام لمجلس النواب، شكرا جزيلا لك.